الظهر بتوقيت بيروت. تابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. الوكيل هو السلطة السياسية وعليها إحياء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية. الراعي يؤكد أن المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممرا إلزاميا لانتخاب الرئيس. جبهة النصرة تصفي الداعشي أبو بكر الرقاوي في عرسان. المعارضة السورية تستعيد نقاطا من النظام في شمال حلب والفيتو الروسي يجهض مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب. وفي النشرة تتابعون في رياضة. مرسيدس تحرز بطولة العالم للصناعيين في الفورمولا 1. أهلا بكم. يستمر السجال السياسي بشأن السلة وفي جديده تأكيد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممرا إلزاميا لانتخاب الرئيس. وفي السياسة أيضا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وجه دعوة للحكومة للانعقاد الخميس المقبل. أمنيا برز اليوم خبر مقتل المسؤول في داعش أبو بكر الرقاوي وفي التفاصيل أنه تم العثور على الرقاوي مقتولا في بلدة عرسال. وفي المعلومات المستقاة من مصادر أمنية أن جبهة النصرة عملت على تصفية الرقاوي وهو المسؤول عن أعمال التصفية التي تقوم بها داعش. وفي المعلومات أيضا أن الرقاوي هو المسؤول عن قتل عدد من أبناء بلدة عرسال ومن بينهم قطيبة الحجيري والمؤهل في قوى الأمن الداخلي زاهر عز الدين. هو مسؤول أيضا عن تفجير آلية للجيش اللبناني في وادي عطا في جرود عرسال، وكذلك عن تفجير مقر اجتماع هيئة علماء المسلمين مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 10 آخرين، كما هاجم مراكز الجيش في عرسال وكان مسؤولا عن أعمال الشغب والخلل الأمني فيها، كما أنه استلم العسكريين المخطوفين وسلمهم إلى تنظيم داعش في آب من العام 2014. اعتصام وقطع طريق أمام المحكمة العسكرية احتجاجا على استمرار توقيف الشيخ بسام الطراس. احتجاجا على استمرار توقيف الشيخ بسام الطراس، نفذت هيئة علماء المسلمين والجماعة الإسلامية وفعاليات أصدقاء الشيخ اعتصاما أمام المحكمة العسكرية. المعتصمون وإذ شددوا على أن الطراس بريء من كل التهم الموجهة إليه، أكدوا أنهم مع دولة العدالة والمؤسسات. ثقتنا بالدكتور بسام كبيرة، بل هي أكبر من ثقتنا بأنفسنا وثقتنا بكم أيتها الأجهزة الأمنية ومن ورائها السياسية ومن أمامها القضائية متزعزعة لأبعد الحدود. هذه المعاملة التي نعامل بها هي التي تربي الإرهابيين، هي التي تنبت الإرهاب. إن كانت تهمة الشيخ الدكتور الزميل الصديق الحبيب بسام طراس أنه يقف مع الشعب السوري المظلوم فكلنا مع الشعب السوري. مضت أيام وأيام على اعتقال والدي ظلما وعدوان، ينقلونه من جهاز أمني إلى جهاز ومن ملف إلى تلفيق إلى اتهام غير آبهين بوجودنا وكياناتنا وحقوقنا. وكان المعتصمون قد قطعوا الطريق أثناء اعتصامهم ليعيدوا فتحها مع انتهاء التحرك. أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممرا إلزاميا لانتخاب الرئيس أو شروطا أو قيودا على المرشح أو الرئيس المنتخب لكونها تخالف الدستور. وقال الراعي خلال عظته في قداس الأحد في كنيسة السيد في الصرح البطريركي في بكركي أن المطلوب من السلطة السياسية هو النهوض بالاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والصحية والبيئية والسياحية والمالية لكي يتوفر لكل المواطنين العيش الرغيد والآمن. أما سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار أو في لقاءات ثنائية فهي على أهميتها لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشح أو على الرئيس المنتخب لكونها تخالف الدستور
نصا وروحا، بل يترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقا للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيما وفطنا وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة أن يكون الرئيس الحكم لا الرئيس الطرف ولا الرئيس الصوري. إلى ذلك استقبل البطريرك الراعي وزير العمل سجعان قزي وبحث معه التطورات السياسية وأزمة الشغور الرئاسي. وقال قزي بعد لقاء إنه لا يجوز للطبقة السياسية اللعب بمرشحي رئاسة وكأنهم ريشة في مهب الريح. لا يجوز للطبقة السياسية وللسياسيين ولعدد من الأقطاب أن يلعبوا بالمرشحين لرئاسة الجمهورية وكأنهم ريشة في مهب الريح، طارة نرشح هذا وطارة ذاك وطورا ذلك، ودق البلاد بلا رئيس للجمهورية. هذا أمر يؤسف البطريرك ويزعجه ويغضبه، وهو ما أدى إلى أن يعلي الصوت من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. حان الوقت للاحتكام إلى الدستور ولانتخاب رئيس يمثل اللبنانيين، لديه الإحساس المسيحي، والإحساس المسيحي هو الإحساس الوطني، يمثل شعبه بكل أطيافه المسيحية والإسلامية، يعيد الثقة إلى المواطنين بالمستقبل، إلى الأجيال للبقاء في لبنان، وإلى الدولة لاستعادة نظامها الديمقراطي ودستورها المدني في سبيل هذا الشرق المعزب. أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أن الأجهزة الأمنية المختصة تحقق في إطلاق النار الذي استهدف أمس مركز منسقية البقاع الغربي في تيار المستقبل، حيث كان يعقد اجتماع لمجلس المنسقية مشيرا إلى انتظار النتائج. الجراح وفي الشأن السياسي ذكر أن الرئيس سعد الحريري أعلن استعداده للسير بكل الخيارات التي تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تصر طهران على التعطيل. الرئيس الحريري عم يقوم بكل الجهود اللازمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، حرصا على الدولة أولا وعلى المؤسسات وعلى الوضع الاقتصادي والمالي، وعم يبذل كل الجهود اللازمة إن كان داخليا أو خارجيا لإتمام هذا الاستحقاق. على أي خط هذه التعقيدات؟ وين؟ رابية؟ يعني واضح القرار الإيراني بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لا يزال ساري المفعول، ويخرج داخليا وإقليميا بإخراجات معينة تؤدي إلى استمرار التعطيل، لأن إيران تعتقد أنه لم يحن الوقت بعد لإنجاز هذا الاستحقاق، وتعتبر رئاسة الجمهورية ورقة مفيدة ومهمة على طاولة المفاوضات الإقليمية عندما يحين موعد هذه المفاوضات اللي يظهر مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. قداس وجناز لراحة نفس الوزير السابق الياس سكاف في الذكرى السنوية الأولى لغيابه، وميريام سكاف تؤكد رفض التمديد لمجلس النواب مرة جديدة مطالبة بقانون انتخابي نسبي. في الذكرى السنوية الأولى لغيابه توافد المحبون لإحياء ذكراه، شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية شاركت في القداس والجناز الذي أقيم لراحة نفس الوزير السابق الياس سكاف في كنيسة سيدة زحل والبقاع إلى جانب العائلة وأهالي المدينة. كلنا اليوم أيادي ضارعة لأجل التواصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت، ونرى في هذه الأيام بشائر إيجابية إن شاء الله من موضوع الاستحقاق الرئاسي، يجب المراهنة عليها ومتابعتها لكي نصل إلى حقيقة إلى خلاص لبنان من هذا الفراغ الذي على أكثر من مستوى فراغ، مش فقط فراغ الرئيس، فراغ أكثر ما في قطاعات كثيرة. الانفتاح إن شاء الله بين مكونات الوطن الحبيب لبنان، إن شاء الله بتحصل بالمحصلة انتخاب لبنان قبل آخر الشهر إن شاء الله.
عقيلة الراحل مريم سكاف، وبعد أن استذكرت مسيرة زوجها، أشارت إلى أن الكتلة الشعبية تلمس التغيير بقانون انتخاب نسبي ورفض التمديد للمجلس النيابي الحالي، مستغربة محاولات الإتيان برئيس للجمهورية عن طريق التعيين وليس الانتخاب. الكتلة الشعبية تلمس التغيير من قانون عصري للانتخابات النيابية بيشارك الشباب من سن 18، قانون نسبي ما بيهمش حدا وتقسيمات مش جاهزة حفر وتنزيل عقياس أي زعيم. تفاهم على قانون انتخاب منه مستحيل مثل ما عم بيخبرونا، وأغلب الاعتقاد أنه عم بيضخموا الخطر لنوصل إلى مرحلة ينفرض فيها التمديد الثالث لمجلس النواب. قطعا لا للتمديد، من حقنا ما نقبل بالفراغ الرئاسي يلي للأسف دخل عامه الثالث. المسؤوليات برأينا هي على الجميع، والاتهام بالتعطيل ما بيشمل جهة واحدة، فالكل يبدو منهم مقصرين، ولو راغبين بالحل ما بتكلفون إلا نزلة على مجلس النواب واختيار رئيس. وبدي اسأل بلغة معظم الناس، لشو الانتخابات الرئاسية إذا نحن بدنا نفصل الرئيس ونختار اسمه ومواصفاته وننطر موافقة الدول عليه ونخاف من ردة فعل شي عاصمة؟ لشو عنا 128 نائب ومجلس سيد نفسه؟ مستحيين. وفي الختام عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الراحل. أبدت القوات اللبنانية أسفها في بيان لمحاولات السيدة مريم سكاف استغلال أي مناسبة للإساءة إلى القوات، مع العلم أن تنسيقا تفصيليا جرى بين ممثلين عن القوات وعن الكتلة الشعبية بحضور ورعاية قوى الأمن بغية تأمين أفضل الأجواء للقداس والجناز للراحل النائب إلي سكاف، وكذلك لماراثون جهاز تفعيل دور المرأة في القوات والذي يقام في زحلة. إلا أن السيدة سكاف أصرت على توجيه تهم باطلة وغير صحيحة، وعليه تدعو منسقية زحلة في القوات اللبنانية السيدة سكاف والكتلة الشعبية إلى الالتزام بالحقيقة، لأن تشويهها بهذه الصورة يشوه أيضا صورة زحلة وجمالها، وهذا ما لن نسمح به مطلقا. أكد رئيس أمين الجميل أن الأولوية هي في الحفاظ على الاستقرار وحماية الديمقراطية كشرط وجودي لاستقرار المنطقة، وأشار بعد لقائه وزير خارجية كندا ستيفان ديون في مقر الخارجية في أوتاوا إلى أن لبنان لن يستسلم للأمر الواقع الداخلي الذي تجسد بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وشل عمل المؤسسات الدستورية، كما لن يستسلم للأمر الواقع الإقليمي، مواجها كل الضغط للإبقاء على القرار اللبناني الحر. واعتبر الجميل ردا على سؤال أن تعطيل المؤسسات الدستورية جاء نتيجة مصادرة القرار اللبناني وقيام سيادة ذاتية على حساب السيادة الوطنية. إطلاق مشروع الميرادور السكني في جبل تربل المني برعاية الرئيس سعد الحريري. برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بمستشاره لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، أقيم حفل إطلاق مشروع الميرادور السكني الإنمائي بعد انتهاء المرحلة الأولى منه على تلة جبل تربل في قضاء زغرتة المشرفة على المني والساحل الشمالي، بحضور النواب أحمد فتفت، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، وحشد من الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ورؤساء بلديات ومهتمين. إن الرئيس سعد الحريري يسير خطوة بخطوة في درب الاهتمام بالمستثمرين ورعاية العاملين على إنماء المناطق اللبنانية كافة، وخاصة منطقة الشمال التي خصها الرئيس بعدد من المشاريع التعليمية من مدارس ومعاهد بالرغم من صعوبة الظروف، ولن يتخلى عن تقديم الدعم والجهد في سبيل خدمتها وخدمة أهلها. كما إن منطقة المني بالذات لها علينا الكثير، ونحن سنبقى بجانبها وجانب أهلها دوما. أيها الأخوة، كما تعرفون فإن الاستثمار في لبنان في الوقت الراهن له مخاطر كبيرة لعدم توافر الاستقرار السياسي والأمني
الذي تتطاير شظاياه من حولنا، ولن ننسى من علمنا ومن طبق على نفسه حب الوطن والإخلاص إليه حتى شهادة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الرجل الذي علم حينما كان يجهلون وعمر حينما كانوا يدمرون وتشبث ببلده وأرضه حينما كان يهربون. وقدم الحفل الزميل الإعلامي منير الحافي، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع الذي يعتبر واحدا من أكبر 3 مشاريع عقارية في لبنان، وهو بمثابة مدينة كاملة إذ يتضمن فيلات تراثية ومستشفى ومجمع تجاري وفندق. تفقد السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون مركز ومستوصف منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في بلدة كفرية في البقاع الغربي ومخيمات للنازحين السوريين في البقاع الغربي ورشية، حيث العيادة النقالة التابعة لمنظمة فرسان مالطا بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة العامة. واختتمت الجولة بلقاء موسع أقيمة في قاعة مركز المنظمة، حيث أعرب بون على إعجابه بالأداء المميز لفريق المنظمة والمهام الإنسانية التي تعبر عن رقي وحضارة القيمين عليه، مركزا على مبدأ الاستمرارية في العمل، لا سيما أن المنظمة تعمل في لبنان وفي المنطقة منذ أكثر من 40 عاما. بعد الفاصل في النشرة: مقتل 8 جنود أتراك في انفجار سيارة مفخخة بولاية هكاري. استعادت فصائل المعارضة السورية سيطرتها الكاملة على مختلف المواقع التي تقدمت فيها قوات النظام والميليشيات الموالية لها في شمال حلب، في وقت شنت المقاتلات الروسية غارات مكثفة على ريف دمشق الغربي وريف إدلب. نقاط عدة كانت تقدمت فيها ميليشيات النظام السوري استعادتها المعارضة السورية في مدينة حلب إثر معارك عنيفة دارت بين الطرفين أدت إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف كتائب الأسد. جبهة حي الشيخ سعيد جنوبي مدينة حلب ومنطقة العويجة وكتل المعامل المحيطة بها ومنطقة الشلال ودوار الجندول استعادها الثوار اليوم بشكل كامل بعد تنفيذهم هجوما مضادا نحو المواقع التي تقدمت إليها قوات النظام والميليشيات الموالية لها. سقط خلالها 5 قتلى من قوات النظام و2 من القوى الموالية لها في المعارك التي دارت بمنطقة العويجة، ما أجبر قوات النظام على الانسحاب الكامل منها. في السياق، شنت مقاتلات حربية أسدية وتابعة لسلاح الجو الروسي غارات جوية بالصواريخ الارتجاجية على مساكن هنانو وحيي الفردوس وبستان القصر بحلب المدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح ودمار في الممتلكات. وفي ريف العاصمة السورية، شنت مدافع النظام والمقاتلات الحربية الروسية غارات جوية مكثفة على مخيم خان الشيح وبلدة الشيفونية في ريف دمشق الغربي، وتزامنت الغارات الجوية مع اشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف المخيم. في السياق، ألقى طيران النظام المروحي 10 براميل متفجرة على الأحياء السكنية في بلدة الدرخبية بريف دمشق الغربي، وسط اشتباكات متواصلة بين المعارضة السورية وقوات النظام على محاور عدة في البلدة وفي بلدة الريحان على حد سواء. وفي إدلب، شنت المقاتلات الحربية الروسية والأسدية صباح اليوم غارات جوية مركزة على محيط بلدة بدامة وبلدة الثمانية وقريتي بسنقول والكستن في ريف المدينة، مما تسبب بجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء نقلوا إلى المشافي الميدانية في المنطقة. كما قصف الطيران الحربي الروسي بصواريخ الفراغية محيط مدينة إدلب بالتزامن مع قصف جوي طال منطقة السجن المركزي في المدينة. أجهض الفيتو الروسي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حلب التي لا تزال رازحة تحت وطأة القصف الهمجي، فرد الغرب بإسقاط نص روسي يطالب باستئناف الهدنة في سوريا. نفذت روسيا تهديدها واستخدمت حق النقد الفيتو لإجهاض مشروع القرار الفرنسي الإسباني الذي يدعو إلى وقف الضربات الجوية على حلب. وقد صوتت 11 دولة في مجلس الأمن الدولي لصالح المشروع الذي عارضته روسيا وفنزويلا، فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.
وردا على عرقلة تبني النص الفرنسي الإسباني، وصف مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن ماثيو ريكرافت الفيتو الروسي بالعار، وتوجه لناظره الروسي بالقول: لا أستطيع أن أشكرك على الفيتو. أما المندوب الروسي فيتالي تشوركن فزعم أن النص الفرنسي الإسباني يتضمن العديد من الثغرات، وأن موسكو لم تجد ما يقنعها بضرورة فرض حظر للطيران فوق مدينة حلب. وبعد الفيتو الروسي تقدمت موسكو بمشروع قرار لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا من دون الدعوة إلى وقف القصف الجوي على حلب، ولكن هذا النص لم يحصل سوى على موافقة 4 أصوات بينما عارضته 9 دول وامتنعت دولتان عن التصويت. ووصف نائب السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن ديفيد بريسمان المشروع الروسي بأنه مراوغة لتشتيت الانتباه، مشيرا إلى أن موسكو تشارك نظام الأسد في تدمير حلب وقتل المدنيين. أما وزير الخارجية الفرنسية جان-مارك أيرولت فأكد أن بلاده لن تستسلم بعد الفيتو الروسي، مطالبا بفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الكيميائي. وهو كان اعتبر قبل جلسة التصويت أن مصير حلب على المحك، وإذا لم نتدخل الآن سيخسر العالم حلب إلى الأبد، معتبرا أن النظام وأنصاره لا يحاربون الإرهاب وإنما يغذونه. يشار إلى أن الجلسة شهدت توجيه صفعة رمزية لنظام الأسد عندما انسحب معظم أعضاء مجلس الأمن من القاعة مع بدء كلمة مندوب النظام بشار الجعفري، في دليل واضح على رفض المجتمع الدولي للجرائم التي يرتكبها هذا النظام ولا سيما في حلب. أصدرت شركة مارفل كوميكس الأمريكية قصة مصورة بعنوان أم مضايا تجسد معاناة والدة سورية وأسرتها وصراعهم من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل حصار النظام المفروض على المدينة منذ 2 عامين. وتسرد القصة أحداثا حقيقية مروعة بلسان الأم التي تخبر أن أوضاعها المزرية أجبرتها على تفكيك أساس منزلها لإشعال النيران وتدفئة أولادها 5 الذين أطعمتهم أوراق الشجر لسد جوعهم. قتل 9 مدنيين عراقيين وجرح العشرات في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية. العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق قرب نقطة أمنية قريبة من أفران الدرويش، وعلى الفور فرضت قوة أمنية طوقا محكما في موقع الهجوم. لقي 8 جنود أتراك حتفهم وجرح 5 حين انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة التركية أن عناصر حزب العمال الكردستاني نفذوا الهجوم، معلنا إطلاق عملية أمنية واسعة في المنطقة بدعم جوي. بعد الفاصل في النشر: استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيليين في إطلاق نار متبادل بالقدس المحتلة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الراعي يؤكد أن المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممرا إلزاميا لانتخاب الرئيس. جبهة النصرة تصفي الداعش أبو بكر الرقاوي في عرسان. المعارضة السورية تستعيد نقاطا من النظام في شمال حلب. استشهد شاب فلسطيني بنيران شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي قالت أنه أطلق نار على مواقع عدة قرب التلة الفرنسية في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين. وأفيد بأن الشهيد الفلسطيني في 39 من عمره ويتحدر من حي سلوان جنوب القدس القديمة. أبدى التحالف العربي استعداده لإشراك الولايات المتحدة في تحقيق فوري بشأن الغارة التي استهدفت مجلس عزاء أمس في صنعاء، في وقت حققت قوات شرعية تقدما كبيرا جنوب تعز، وفتح الانقلابيون النار على متظاهرين في شارع 60 كانوا يحتجون على سياسات الميليشيات الانقلابية. تقدم كبير في جبهة حيفان جنوب تعز حققته القوات الشرعية اليمنية، حيث تمكنت من استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد مواجهات عنيفة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية الدفع بتعزيزاتها العسكرية إلى مختلف الجبهات، وبشكل خاص الجبهة الغربية وجبهة حيفان، مع قصفها المستمر على الأحياء السكنية والقرى، موقعة بذلك قتلى وجرحى من
المدنيين. وبعد يوم واحد من وصول الحكومة اليمنية إلى مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، انفجرت سيارة يعتقد أنها كانت تحمل متفجرات بالقرب من إحدى المواقع العسكرية بمدينة الديس الشرقية صباح اليوم أثناء اجتماع للحكومة اليمنية في المدينة. هذا واتهم اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت عناصر تنظيم القاعدة في أول تصريح إعلامي عقب الحادثة التي لم تسفر عن سقوط ضحايا. وفي العاصمة اليمنية أطلقت ميليشيات الحوثي النار بكثافة على متظاهرين بدأوا بالتجمع في شارع الستين بالقرب من منزل الرئيس هادي استجابة لدعوة أنا نازل احتجاجا على تردي الأوضاع وسياسات الميليشيات الانقلابية. شهود عيان أكدوا أن الميليشيات استبقت الموعد المحدد لخروج المسيرة الشعبية الغاضبة التي تحمل شعار ثورة الجياع بنشر مجاميع مسلحة ومكثفة من عناصر الميليشيات في معظم أحياء وشوارع العاصمة بالتزامن مع وقف خدمة التراسل عبر واتساب وتجديد الحظر المفروض منذ أشهر طويلة على المواقع الإخبارية اليمنية المناهضة للانقلاب. إلى ذلك أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يقود حملة عسكرية في اليمن لاستعادة الشرعية من الانقلابيين استعداده لإشراك الولايات المتحدة في تحقيق فوري حول الغارة التي أوقعت أكثر من 140 قتيلا ومئات الجرحى أمس السبت في صنعاء. أفادت وكالات الأنباء الكويتية الرسمية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متشدد بعدما صدم سيارة تقل 5 أمريكيين. وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن المتهم مصري الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما وعثر في سيارته على مواد يشتبه في أنها مواد متفجرة وعلى مبايعة خطية لتنظيم داعش الإرهابي. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل. الفضائح تحرج ترامب قبل مناظرته الثانية مع كلينتون. نواصل تقديم نشرة. يخوض المرشحان للرئاسة الأمريكية المناظرة التلفزيونية الثانية بينهما الليلة، وذلك بعد سلسلة الفضائح التي طالت المرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي رفض الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض فيما أعلن أبرز المسؤولين الجمهوريين سحب دعمهم له. بكثير من الأحراج يدخل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى مناظرته التلفزيونية الثانية مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون التي ستحاول جذب اهتمام الناخبين المترددين. سبب الإحراج هو سلسلة التسريبات الفضائحية التي طالته في الأيام القليلة الماضية، وأبرزها تلك التصريحات التي تتضمن إهانات واضحة للمرأة وعبارات إباحية، الأمر الذي أثار موجة استياء عارمة على الرغم من أنه أدلى بها قبل 11 عاما. وبسبب هذه التصريحات التي وصفتها كلينتون بالمروعة، شرع حقوقيون جمهوريون في دراسة إمكانية استبداله بمرشح آخر، كما بدأت شعبية ترامب تتهاوى بعدما خسر تأييد كبار المسؤولين الجمهوريين وبينهم وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين. وهؤلاء أجمعوا مع غيرهم على أن دونالد ترامب لا يصلح للرئاسة، غير أن ترامب أكد في تغريدة على موقع تويتر أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي ولن يخذل مؤيديه لأنه يتمتع بدعم مذهل كما قال، متهما الإعلام ومؤسسات الدولة بأنها تريده خارج السباق. أما زوجته ميلانيا ترامب فشحنته بجرعة دعم عندما أصدرت بيانا دعت فيه الناخبين إلى مسامحته لأنه يملك قلب وعقل قائد كما قالت، رغم أنها أقرت بأن الكلمات التي استخدمها في التسجيل المسرب غير مقبولة ومهينة. بدوره قال المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بانس إن تصريحات ترامب صادمة، لكنه ممتن لأن الأخير أبدى ندمه واعتذاره من الشعب الأمريكي. قتل شرطيان وجرح ثالث في إطلاق نار في بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقالت الشرطة إنها تطارد منفذ عملية إطلاق النار التي حصلت بعد استجابة عناصرها لبلاغ بشأن خلاف عائلي في أحد منازل المدينة. وصل الإعصار ماثيو إلى ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بعدما ضرب صباحا ولايتي كارولينا الشمالية وفرجينيا مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة. وحذرت السلطات المحلية من سيول واسعة النطاق قد تنتج عن الأمطار الغزيرة التي يتوقع أن يبلغ منسوبها 40 سنتيمترا. وكان الإعصار أدى إلى مقتل 11 شخصا في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا،
وترك أكثر من 2 مليون شركة ومنزل من دون كهرباء. اعتقلت الشرطة الألمانية 3 أشخاص وعثرت بحوزتهم على متفجرات في أثناء عملية دهم لمنزل في شرق ألمانيا. وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن سوري يشتبه في إعداده لتنفيذ هجوم بقنبلة، وطلبت من المواطنين إبلاغها بأي معلومات عن جابر البكر البالغ من العمر 22 عاما. والمعتقلون 3 كانوا على الصلة بالمشتبه به الذي عثر في شقته على 100 الجرامات من المواد شديدة الانفجار. قتل 8 جنود من الجيش الأفغاني جراء تحطم مروحية عسكرية في شمال البلاد. وكشفت وزارة الدفاع الأفغانية أن الحادث الذي راح ضحيته 5 من أفراد الطاقم و3 جنود من الجيش نجم عن مشكلة فنية بالمروحية، لكن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المروحية. وفي الرياضة بعد هذا الفاصل تتابعون. ألمانيا تستعرض بمرمى منتخب تشيكيا وفوز صعب لإنجلترا. والآن إلى الصفحة الرياضية مع زميل صبحي قبلاوي. مرحبا مشاهدينا، الأخبار الرياضية لليوم منبلش من المحليات. وبإطار انتخابات الاتحادات الرياضية بلبنان، جرت اليوم انتخابات اتحاد المصارعة بمقر نادي العهد على طريق المطار، وبمشاركة 14 نادي من مختلف المناطق اللبنانية، وبحضور مندوب وزارة الشباب والرياضة ناجي حمود. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز عمر اسكندراني رئيس لاتحاد المصارعة، وحسن بشارة نائب للرئيس، وعلي المقلد أمين للسر، وأمين صندوق علي بيسي، ومحمد ديا محاسب، وعباس زلزلي مسؤول للعلاقات العامة، ومهند دبوسي مستشار للاتحاد اللبناني للمصارعة. أوروبيا، فاز منتخب ألمانيا للفوتبول على منتخب تشيكيا 3-0 بهامبورغ بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وسجل توماس مولر 2 بالدقيقة 13 والدقيقة 65، وتوني كروس بالدقيقة 49 الأهداف لألمانيا. والفوز هو الثاني لمنتخب ألمانيا بعد الأول على النرويج 3-0، بحين تعرضت تشيكيا للخسارة الأولى بعد تعادلها سلبا بالجولة الأولى مع إيرلندا الشمالية يلي فازت امبارح على سان مارينو 4-0. بنفس الإطار كمان حقق منتخب إنجلترا للفوتبول فوز صعب على ضيفه منتخب مالطا 2-0 بلندن بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وسجل دانيال ستوريدج بالدقيقة 29 وديلي ألي بالدقيقة 38 الهدفين، والفوز هو الثاني لإنجلترا بعد الفوز الأول على سلوفاكيا بأرضها 1-0، بحين تعرضت مالطا للخسارة الثانية بعد خسارتها الأولى الكبيرة أمام اسكتلندا 5-1 بالجولة الأولى، ويلي تعادلت فيها ليتوانيا مع سلوفينيا 2-2. بالتنس، تأهل البريطاني أندي موراي إلى نهائي بطولة بكين المفتوحة للتنس بعد فوزه على الإسباني ديفيد فيرير بالنصف النهائي، وتمكن موراي المصنف ثاني عالميا والمرشح الأول للقب بهزيمة فيرير المصنف 13 عالميا بنتيجة 6-2 و6-3 وبساعة ونصف تقريبا. وتعدها المباراة هي الـ20 يلي بتواجه فيها موراي وفيرير، وبفوزه رفع البريطاني عدد انتصاراته بالمباريات اللي جمعته مع فيرير إلى 14 مقابل 6 للاعب الإسباني. بالرياضة الميكانيكية، وبسباق ممل وخالي من المفاجآت كما جرت العادة هالموسم، تمكن سائق فريق مرسيدس نيكو روزبورغ من الفوز بجائزة اليابان الكبرى المرحلة 17 من بطولة العالم للفورمولا 1 يلي أقيمت على حلبة سوزوكا. وحل بالمركز الثاني سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما جاء بالمركز الثالث زميل روزبورغ لويس هاملتون البريطاني. وتمكن فريق مرسيدس من الفوز باللقب العالمي للصانعين بالفورمولا 1 خلال جائزة اليابان الكبرى يلي فاز فيها سائق الألماني نيكو روزبورغ، وباحتلال بريطاني لويس هاملتون للمركز الثالث. وبدنا نذكر انه بعد في 4 مراحل من سباقات هالموسم. هذا كان كل شيء بالرياضة، شكرا لكم والى اللقاء. وإلى تذكير بعناوين النشر. الوكيل هو السلطة السياسية وعليها إحياء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية.
الراعي يؤكد أن المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس. جبهة النصرة تصفي الداعش أبو بكر الرقاوي في عرسال. المعارضة السورية تستعيد نقاطاً من النظام في شمال حلب، والفيتو الروسي يجهض مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب. وكان في الرياضة، مرسيدس تحرز بطولة العالم للصناعيين في الفورمولا 1. نهاية النشرة، شكرا مشاهدينا للمتابعة وإلى اللقاء.